بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم نحن كتاب Structural Analysis الواجب الخامس 653، السؤال 653. طبعا السؤال يبغاك ترسم الانفلونس لاين للترس الموجود عندك، وقالك إن عندك هنا 16 كيونيفورم ليفلود. طبعا يونيفورم دائما نقولش نظرة في المساحات، وقالك هنا بس هو قال لك يونيفورم شبه هو ماكسيم، قال كبي ماكسيم ليف فورس. هنا دائما هذه قاعدة عامة في الأشياء الإنشائية، دائما الترس ما فيه مومنت، ما فيه مومنت، دائما فورس سواء كومبريشن أو تنشن على حسب الإشارة. إشارة السالب معناته كومبريشن موجب تنشن، هذا المتعارف عليه. طبعا بشكل عام طريقة رسم الإنفلوس لاين دائما مهما بغى أي منبر عندك تروح للجوينت اللي تحت تعوض عليها بواحد، هنا تحط واحد تجد رياكشن، تسوي عملية قص عند الجهة اللي انت بيها، تدرس الفورس عليها، وهكذا تروح تمشي 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 على كل جوينت لين ينتهي. وكل مرة توجد رياكشن، كل مرة تقص توجد الفورس. فبالتالي خلينا نشوف كيف طريقة حلها. هذا هو عندك الترس، احنا بنقص هنا لان يبغى للجي اف، منبر جي اف نسيت اقولها، جي اف عندك هنا. فبالتالي كل مرة شو نسوي؟ نحرك الواحد على كل مرة على كل جوينت، هنا نوجد الرياكشن، بعد ما نوجد الرياكشن نقص، ناخذ الجهة اما اليمين او اليسار، او بالاصح دائما احنا قلنا نهج منطقة الواحد، وبالتالي يروح من منطقة العكس الثانية، وكل مرة نقيس الفورس على الجي اف. فنستخدم احنا طريقة الجداول، فهذه المسافات على حسب الجوينت، مرة مشى عند الصفر وهنا، ثم مرة عند الخمسة، ثم مرة عند العشرة، ثم مرة عند الخمستاش، ثم مرة عند العشرين. جميل جدا. طبعا إذا قصيت دائما تعوض مكان المنبر بفورس، كذا بفورس دائما، وكلها تفرضها على أساس أنها تنشن. أشكال هذه معناتها تنشن عندك، كذا أشكال تنشن تفرضها أنها تنشن. جميل جدا. وأنا أعطيتك الـ RA والـ RE لأنه بيتغيرون في كل مرة قيمهم. جميل جدا. نجي الآن نحط الواحد على الرياكشن الـ A، وناخذ المومنت عند الـ A، فبالتالي نطلع الـ RA رياكشن. لو تلاحظ خذيت المومنت، الواحد بيروح هنا، بيروح صفر لأنه على المومنت، ما بقى كله اللي هو هنا. خلينا نشوف هنا أوضح. أنا تعوضت هنا بواحد، الآن تبي تطلع رياكشن حق الـ A، خذ المومنت هنا يعطيك 20 في الـ RA، أيضا مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة أيضا بالموجب، يساوي صفر، ما في فورس ثاني. فبالتالي الـ RE كم؟ صفر. قصيت هنا خذيت المنطقة هذه، أو بلا صح هنا قصيت خذيت المنطقة على اليمين، أنا ما أبي الواحد، فبالتالي أبي الجي اف. لو تلاحظ أنا عندي كم؟ ثلاثة طلع لي هنا فورس، ما بيهن كلهن. بالتالي لو تلاحظ السي دي والسي اف يلتقون في نقطة هذه، فبالتالي أنا باخذ مومنت هنا عشان أكنسل هذا وأكنسل هذا، فبالتالي أقول الرياكشن RE اللي صار صفر في المسافة هذه، والجي اف في المسافة هذه، تاخذ مومنت هنا، فبالتالي كم عطاني الجي اف؟ يساوي صفر. لو تلاحظون طبعا هذه رسمة نت سكيل، المسافة هذه خمسة، ليش؟ لأنه لأن يلتقون وين؟ يلتقون في النقطة هذه اللي هو نقطة السي، سميتها رو أنا. كم هي؟ خمسة، عشان كذا لا تلخمكم الرسمة. نجي الآن نروح نعوضها عند الخمسة، الواحد نروح نحطه هنا عند الخمسة، ونوجد رياكشن لل اي. فرحنا عوضناها الحين الرياكشن عند عند الخمسة، فاعطاني رياكشن كم؟ 0.25. خلاص صار عندي رياكشن 0.25، نروح ناخذ المومنت هنا عشان يكنسل لي هذه وهذا، فبالتالي اخذ الجي اف في الذراع وال 0.5 في الذراع، يعطيني كم الجي اف في الفورس؟ ماينس 0.5. اكررها مرة ثانية عند الاكس ساوي 10، اعطاني رياكشن او جته عقب ما حطيت الواحد عند العشرة، كم؟ 0.5. خلاص 0.5 في الذراع، الجي اف في الذراع كم عطاك؟ سالب واحد. جميل جدا. عند ال 15 كذلك بيعطيك الجي اف سالب نص، بس هنا لو تلاحظ خذت الجهة يسار صح، ما نسيت اعلق هنا. ليش؟ احنا قلنا دائما نهج من الواحد، احنا يوم وصلنا هنا عند العشرة صار هنا ال 15، يوم قصيت ما بالجهة هذه، ابي الجهة هذه. بالتالي لو تلاحظ خذت الرياكشن حق ال A، RA 0.5، خلاص ال 0.5 في الذراع، و
والجيف هنا في الذراع الممتي ليش؟ عشان يكنسل السيف والسي دي. كم عطاني؟ ماينس 0.5. مثل اروح اكررها مرة ثانية عند المسافة 20 يعطيني الجي اف كم؟ ساوي صفر. خلاص انت عندك المحور الواي اف جي وهذا المسافة اكس، طلع لك الشكل هذا المثلث، خذ الاريا حقته واضربه في اليونيفورم لود يعطيك الاف كم. لو تلاحظ سالب معناته كومبريشن. اتمنى ان شاء الله كان واضح وحاولت اشرحها باسهل طريقة او بشكل مختصر، واتمنى ان شاء الله اني وفقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.